لو عايز بقى تقعد على جهاز نور جهازه وقعد فيه المشترك لحد ده بايظ بتاع ده شغال شغاله من زرار وايد الجهاز لو عايز يعني والاي بي 100 بيكتشر 3 اهو بيكتشر 1 بورت بصوا يا شباب النتورك ديفايسز بقى ايه النتورك ديفايس اللي ممكن نلاقيها في السوق واللي احنا هنشتغل عليها طول الكورس اول حاجه الراوتر سويتش بالظبط تعال نشوفهم بقى الهب والراوتر والسويتش انا خدهم اوفر فيو والراوتر والسويتش كل واحد منهم هناخد عليه سمستر كامل تمام كده يبقى اول حاجه عندنا اللي هو مين يا جماعه اللي هو الهب الهب ده جهاز لير 1 لير 1 ديفايس يبقى الهب ده جهاز ايه لير 1 ديفايس يعني ايه لير 1 يعني جهاز ما بيفهمش اي حاجه غير شويه كهرباء ماشيين في الكابل 100 فيزيكال لير شكله ايه الهب ده الهب ده الرمز بتاعه هو ده الرمز بتاع الهب بيبقى جهاز كده له بورتات كتير اهو اهو كده من 1 2 3 4 5 6 7 حلو الكلام كده الهب دوت يا شباب متوصل بجهاز كمبيوتر اهو 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 اجهزه الكمبيوتر بتاعتنا مشكله الهب ده لما كان جه جهاز A يبعت معلومه مثلا لجهاز B A بيبعت معلومه لجهاز B فكان الهب بيعمل برودكاست يبعت المعلومه دي لكل الناس اللي متوصلين على الجهاز يبقى الهب عندك كان جهاز بيعمل ايه يا شباب؟ بيعمل برودكاست. فكل الاجهزه اللي موجوده على الهب عباره عن ايه؟ عنوان برودكاست دومين. وان برودكاست دومين. كل الاجهزه اللي موجوده على الهب موجوده في شبكه واحده. الهب كمان مشكلته ان لما كان حد يجي يكلم حد والاثنين بيتكلموا مع بعض في نفس الوقت كانوا بيخبطوا في بعض فالهب جهاز هاب دوبلكس احنا عندنا الكوميونيكيشن ديفايسز او الكوميونيكيشن مود اهو ثلاثه الكوميونيكيشن مود لما يجي الجهازين يتكلموا مع بعض في عندنا ثلاثه مودز اول حاجه اسمها سيمبلكس تاني حاجه اسمها هاب دوبلكس ثالث حاجه اسمها ايه فول دوبلكس انا عندي ده جهاز اهو سندر وده جهاز ريسيفر وليكن مثلا التكييف والريموت بتاعه ده السندر اهو ده اللي بيبعت بيانات وده اللي ايه ريسيفر اهو اتجاه الداتا في اتجاه واحد اهو لما اضغط كده اتجاه ده من هنا ده لده فده بيقول عليه سيمبلكس اتجاه البيانات بيبقى ماشي في اتجاه واحد من السندر للريسيفر ما ينفعش الريموت يبعت التكييف يبعت رساله للريموت. طب الهاب دوبلكس انا عندك الجهاز اهو وادي الجهازين اللي عايزين يكلموا بعض. اتجاه الداتا في الاتجاهين الاثنين بس بيتكلموا على نفس الميديا على نفس الكابل. فلا اما تتكلم لا اما ايه؟ تستقبل. شكل الجهاز بتاع الويك توك بتاع الراجل بتاع المرور اللي تحت ده. يتكلم هما كلهم بيسمعوه في الدايره بتاعت الوايرلس بعد ما بيخلص كلام حول التاني يتكلم صح الكلام كده ده جهاز هاف دوبلكس فالسويتش عندنا يا جماعه لما يجي جهازين اتنين يكلموا بعضهم لا اما الجهاز يبعت الداتا لا اما يستقبل الداتا ما ينفعش الاثنين مع بعض في نفس الوقت ده الهاف الجهاز بقى الفول دوبلكس لا يا معلم انا بكلمك وانت تكلمني بس انا بكلمك على سلك وانت بتكلمنا على سلك تاني خالص فده بيسموه فول دوبلكس تمام الهاب دوبلكس زي مين بقى زي الهاب لما يجي حد يكلم ايه بيكلم البي ما ينفعش البي يكلم ايه لانه جهاز ايه يا شباب هاف دوبلكس طب لو الاثنين اتكلموا مع بعض في نفس الوقت يحصل كوليجن تو اور مور ديفايسز اهو ار تراينج لما يبقى في اثنين او اكتر بيحاولوا اهو تمام ار تراينج تو توك ات ذا سيم تايم
يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ يحصل في حاجة اسمها كوليجن، تصادم. يحصل في حاجة اسمها ايه؟ كوليجن، تصادم. يا نهار ابيض، الباكيتات خبطت بعضها. وقاموا عاملين سوفت وير موجود على السويتش وموجود على الاجهزه عندك، اسمه ايه بقى؟ سيسما على السي دي. اختصار كلمتين، كارير سينس، وناخده مع بعض ان شاء الله. مالتيبل اكسس، مالتي بال اكسس على كوليجن ديتكشن. السيسما على السي دي بيعمل ايه؟ ديتكشن. السيسما على السي دي بيعمل ايه؟ السيسما على السي دي بيعمل ايه يا شباب؟ ده بعد ما يحصل كوليجن يحل الكوليجن، فكان بياخد وقت. وعلشان كده في الانترفيو يقول لك هو السويتش اسرع من الهب ليه؟ اصل الهب بيحصل عليه تصادم، وفي سوفت وير تاني موجود يقعد يحل التصادم اللي حصل ده، اسمه السيسما على السي دي. فعلى ما يحل التصادم كان بيعمل ديلاي، صح كده؟ وعشان كده بقى كان بياخد وقت. ده في الهب، لما يكون عندك شبكه وعليها هب، وعشان الهب بيحصل عليه تصادم، فبيقول لك الاجهزه اللي موجوده على الشبكه كلها عباره عن ايه؟ وان كوليجن دومين، او وان كوليجن دومين. يعني ايه وان كوليجن دومين؟ يعني الناس اللي موجودين على الحب معرضين للتصادم، زيهم زي مين؟ اي جهاز موجود على الحب. يبقى لما يجي لي في الامتحان الحب وان برودكاست دومين، يعني ايه؟ كل الناس اللي موجوده على الحب في شبكه واحده. وان كوليجن دومين يعني الناس اللي موجوده على الحب لو في جهازين بيبعتوا مع بعض في نفس الوقت يحصل في كوليجن. عشان المشاكل اللي موجوده في الحب ده عملوا جهاز ثاني اسمه ايه؟ اسمه سويتش. جهاز ثاني اسمه سويتش. ايه السويتش ده يا شباب؟ هذا الجهاز اهو توصل فيه الاجهزه، ده الرمز بتاع السويتش، سهمين رايح جاي كده اهو، تمام؟ ده الايه يا جماعه؟ ده السويتش اهو. حلو الكلام كده؟ السويتش بتاعنا ده اهو، السويتش بتاعنا ده اهو، كل جهاز بيبقى له ماك. بيبقى له ايه؟ ماك. انا لما اخد الماك ادرس، والماك ده شكله ايه؟ لو جيت عملت كده عندك سي ام دي وقلت له جيت ماك اهو، هلاقي الماك عباره عن ايه؟ اهو الماك ادرس بتاع الجهاز. انا عندي في الجهاز بتاعي ده راكب كام كارت؟ دي 6 كروت اهو، كل كارت شبكه عندي ماك. الكارت الواير له ماك، كارت الوايرلس له ماك، كارت البلوتوث له ماك، كروت الفيرشوال اللي انت عاملها لو انت عامل كروت فيرشوال مش حقيقيه يعني لها ماك. الماك ده عباره عن ايه؟ عن 12 رقم اهو، ده اللي هو الفيزيكال ادرس، مكتوب بلغه اسمها الهكس ديسمال، لسه هناخده ان شاء الله. تمام كده؟ يبقى كل جهاز عندنا متوصل بالسويتش له حاجه اسمها ماك. فهفترض ان ده الماك ايه اهو، هفترض ان ده الماك ايه، ده الماك بي، ده الماك سي، ده الماك دي. السويتش عندنا يا شباب بيعمل ثلاثه فانكشن. ايه ثلاثه فانكشن؟ فانكشن اسمها فلود، فانكشن اسمها فورورد، وفانكشن اسمها فلتر. يبقى ايه؟ فلود، فورورد، فلتر. يعني ايه فلود؟ السويتش بتاعك جواه جدول اسمه ماك ادرس تيبل، وهناخده في سويتشنج ان شاء الله. ماك ادرس ايه؟ تيبل. بيبقى جواه مين؟ جواه الماك وجواه البورت. تمام كده؟ جواه الماك وجواه ايه؟ بورت. لما الجهاز A يبعت معلومة للجهاز B، المعلومة تطلع من الجهاز تروح للبورت بتاع السويتش، فالسويتش يبص في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الفريم كده ويقول هو الجهاز A موجود على البورت رقم كام؟ على البورت رقم 1، يقوم مسجل عنده كده A موجود على البورت رقم 1. طب هو رايح للبي؟ رايح للبي. انا اعرف حد اسمه بي؟ انا مسجل حد اسمه بي؟ اقوم اعمل له برودكاست زي الهب بالظبط، ابعته لكل الناس. مش انا ما اعرفش الفريم ده رايح لمين؟ اخرجه من كل البورتات.
ده يا جماعة ده كده انا بعمل حاجة اسمها فلود. امتى اعمل فلود؟ لما يكون ما نش عارف الديستنيشن ماك، لما يكون unknown destination ماك ادرس. طب امتى اعمل فورورد؟ الله يكرمك بالظبط. لو البي بقى بتبعت معلومه للاي اهو، يوم الرساله هتطلع من البي تروح للسويتش، يوم مخزن والله الراجل اللي بيبعت ده اسمه البي، موجود على البورت رقم كام؟ 2. تمام، البورت رقم كام؟ 2. تمام خلاص كده. طيب هو رايح لمين؟ للاي، يبقى ما عامل فورورد للاي بس، عامل فورورد للايه؟ للاي بس. تمام كده، ده الفورورد. الفورورد لو السويتش بتاعك عارف مين الديستنيشن ماك، الديستنيشن يعني اللي رايح له، السورس يعني اللي جاي منه. طب فلتر يعني ايه؟ يعني ايه لما يجي فريم للسويتش السويتش يوقعه؟ ان شاء الله ده لما نكون حاطين حاجه اسمها سكيورتي على البورد، هناخدها بعدين ان شاء الله، حاجه اسمها البورد سكيورتي، عامل سكيورتي على البورد. فلما الفريم يجي له لو هو مش جاي من الماك اللي انت عايزه السويتش هيوقعه. طيب كل الاجهزه اللي موجوده على السويتش موجوده فين؟ شبكه واحده اهو، يعني كل الاجهزه اللي موجوده هنا موجوده في شبكه واحده. يعني لو انا عندي شبكه 192 168 1 0 يبقى الجهاز الاولاني 1 ايه؟ 1 3 1 4 1 5 1 6. حلو الكلام؟ فكل الاجهزه اللي موجوده على السويتش في 1 برودكاست دومين. يبقى لما يجي لي في الامتحان كام برودكاست دومين على السويتش؟ 1. يبقى عدد البرودكاست دومين اللي على السويتش كام؟ 1. طب عدد الكوليجن دومين؟ على عدد البورد، كل بورد من بورتات السويتش كوليجن دومين، ده مفصول عن ده، مفصول عن ده، مفصول عن ده. فلو ده بيكلم ده وده بيرد عليه في نفس الوقت، الاثنين مالهمش دعوه ببعض، لان السويتش جهاز فول دوبلكس. فول دوبلكس يعني ايه؟ ما بيحصلش عليه كوليجن. فكل بورد من بورتات السويتش كوليجن دومين. طيب ايه؟ مش لا مش عارف ايه البريدج؟ لا البريدج ده حاجه ثانيه. تمام؟ بصوا كده يا شباب، لما يجي لي في الامتحان يقول لي كام برودكاست دومين هنا؟ ها؟ وكام كوليجن دومين؟ حد يهدي لي بقى ثواني كده عليا. اهو. في الرسمه اللي قدامنا دي، كام كل عدد الكوليجن دومين وكم عدد البرودكاست دومين؟ برودكاست على عدد السويتشات. ها؟ برودكاست؟ خمسة. خمسة؟ لا، ده كل دول شبكة واحدة. فعدد البرودكاست دومين 1. هو حد هنا بيقسم برودكاست دومين؟ كل دول موجودين شبكة واحدة. في راوتر؟ يبقى مفيش شبكة تانية. يبقى كل دول 1 برودكاست دومين. كل السويتشات كلها ورا بعض شبكه، سويتشات الهبات. صح كده؟ طب عدد الكوليجن بقى يا معلم كام؟ مين اللي بيقسم الكوليجن؟ سويتش. فتعد البورتات بتاع السويتش. ادي كوليجن. وادي كوليجن. وادي كوليجن. ودول كوليجن. كده اربعة. طب وانت مش عاجبك دول؟ خمسة، ستة، سبعة، مش احنا بنعد البورتات بتاع السويتش؟ بس. بتاع السويتش مش بتاع الهب. اللي هي شغالة بس. اللي هي شغالة، اللي متوصف فيها يعني الكابل ده اللي متوصف فيه الجهاز. تمام؟ طيب، ده السويتش. طب لو عايز أوصل شبكتين مع بعض، أجيب مين؟ أجيب الراوتر، الله يكرمك أهو. فلو عندي شبكة عندي في الكلية اسمها ستودنت. ايه؟ لو في شبكة عندي اسمها student اهو، وفي شبكة عندي تانية اسمها staff،
دول شبكتين موجودين في الكلية. فجيل باشمهندس رضا ادى الشبكة دي 192 168 2 0 وجي ادى الستودنت دي 192 168 1 0 تمام اهو اهو حلو الكلام كده. دي برودكاست دومين ودي برودكاست دومين تاني خالص. حلو. لو عايز اوصلهم مع بعض بجيب حاجه اسمها راوتر. هذا الرمز بتاعه اهو. حلو الكلام كده يا شباب. البورت بتاع الراوتر بياخد اي بي زي كانه جهاز بالظبط. فلو هدى اي بي ادى اي بي بتاع الراوتر ده مش ده الشبكه واحد شبكه واحد زون اهي اديله اي بي 192 168 1 1. طب والجهاز الاولاني 1 2 1 3 1 4 1 5 شبكه واحده كلهم. طيب الديفولت جيت واي بتاع الاجهزه دي كلها كام؟ الديفولت جيت واي يعني ايه كلمه ديفولت جيت واي؟ يعني الاي بي بتاع الراوتر. فيبقى الاجهزه دي كلها الاي بي بتاعها كام؟ 1 1 192 168 كام؟ 1 1 1. دي الواجهه بتاع كل الاجهزه اللي داخله. تمام كده؟ ها؟ حلو؟ طب الاجهزه اللي هنا واخده اي بي كام؟ 192 168 2 2 2 3 2 4 يبقى الجيت واي بتاعهم كام هنا؟ 192 168 2 1 يبقى الجيت واي بتاعهم اهو. حلو الكلام كده؟ في مشكلة عند حد؟ يبقى عرفنا إن في جيت واي حاجة اسمها جيت واي. ها؟ عرفنا إن في حاجة اسمها جيت واي صح كده؟ الجيت واي اللي هي الإيه؟ الرايبات بتاعت الراوتر. تمام؟ كل راوتر بيبقى جواه جدول اسمه إيه؟ اسمه الراوتنج تيبل. في حد ديسكونكت على فكرة. راوتنج تيبل. ها؟ يبقى الراوتر جواه جدول اسمه إيه يا جماعة؟ الراوتنج تيبل. بيبقى متخزن فيه ايه؟ بيبقى متخزن فيه الشبكات المتوصله بالراوتر. يعني ده 192 168 1 0 ودي 192 168 2 0 تمام؟ فيبقى مسجل جوه الراوتر ايه؟ الشبكات اللي حوالين الراوتر. شبكات مش اي بيهات. ده جوه الشبكه ديت لسه كام اي بي؟ 255 اي بي. بس الراوتر عارف لما يكون عايز يطلع للشبكه دي يخرج من انهي بورت؟ من البورت ده اللي هو مثلا فاست واحد على زيرو مثلا. راوتر بورت. يعني ايه راوتر بورت؟ لو عندي مثلا ده بقى في المايكرو تك. ده حاجه ثانيه خالص. هو جهاز هو واحد من كل شبكه واحده صح ولا لا؟ بيقاسم هو ازاي المايكرو تك؟ لان انا ما اعرفش المايكرو تك. هو بيجي خطين، انا عندي خطين مثلا، فانا عندي كل بورت من بورتات الراوتر يا جماعه بيبقى له نتورك اي دي وله اكزيت انترفيس، ده اسم الفتحه. طب والفتحه دي 0 على 2 اهو. كل النتورك كل رجل من رجول الراوتر بيعتبر شبكه. فالراوتر بيأسس من البرودكاست دومين. فاقول لك ده البرودكاست الاولاني وده ايه؟ البرودكاست الثاني. حلو الكلام كده؟ فالراوتر بيقسم البرودكاست دومين وبيقسم الكوليجن دومين. ها؟ في حد عنده مشكله في الثلاث حاجات دول؟ طبعا الراوتر والسويتش هنقولهم بالتفاصيل بعدين ان شاء الله، وراوتنج بروتوكول وازاي الراوتر شغال. في مشكله؟ في ايه؟ في سويسرا 2 و3 ان شاء الله. طيب لما يجي جهازين الاثنين يتكلموا مع بعض
الداتا بتاعتك عشان تتنقل من الجهاز ده للجهاز ده، الجهازين دول ممكن يكونوا لابين، ممكن يكون لاب وجهاز كمبيوتر، ممكن يكون موبايل وموبايل تاني، اي حاجة يعني، اي جهازين بيتكلموا مع بعض. عشان الداتا تتنقل من الجهاز ده للجهاز ده، الداتا بتاعتك بتعدي على 7 مراحل. 7 ايه؟ مراحل. السبع مراحل دول بيسموهم الـ OSI layer. تمام؟ يبقى الداتا بتاعتك بتعدي على كام مرحلة؟ 7 مراحل. بيسموهم ايه يا شباب السبع مراحل دول؟ الـ OSI layer. ايه هما بقى السبع مراحل دول؟ ايه هما السبع مراحل دول؟ ها؟ حد عارفهم؟ تقريبا مش مترتبين ليه؟ مترتبين مش فاكر مترتبين عشان بقى طيب. سنين. طيب. وداتا لينك تعال نشوفهم كده مع بعض. ماشي تعال نشوفهم كده مع بعض. فعلا صح المصطفى اللي انت بتقوله ده. هو فيزيكال داتا لينك ريبورت دول اول 3 مراحل. بص كده. الابلكيشن الاول اهو. البرزنتيشن. السيشن. الترانسبورت. النتورك. الداتا لينك. والفيزيكال. داتا لينك والفيزيكال. يبقى الفيزيكال، الداتا لينك، النتورك، ترانسبورت، سيشن، برزنتيشن، الابلكيشن. الداتا لما تيجي تبعتها بتبعتها من الابلكيشن لحد الايه؟ فيزيكال. دي عمليه اسمها انكابسوليشن، عمليه تغليف، لان كل لاير بتاخد الداتا من اللاير اللي فوقيها وتضيف لها شويه بيانات. يبقى الجهاز بتاعك لما يجي يبعت الداتا يعدي على كام مرحله؟ 7. من المرحله رقم 7 للمرحله رقم 1. كده الداتا عندك بقت في الكابل. لما الجهاز يجي يستقبل الداتا بياخدها بقى شويه كهرباء ماشيه في الكابل لحد ما يطلعها لليوزر، بيعمل العمليه العكسيه. فبيعمل 7 مراحل تاني بس عكسي. العمليه دي بيسموها ايه؟ دي انكابسوليشن. دي انكابسوليشن. يبقى دي عمليه اسمها انكابسوليشن تغليف، ودي عملية اسمها دي انكابسوليشن تأشير. حلو الكلام؟ يبقى كل لاير بتاخد الداتا من اللاير اللي فوقيها وتعمل عليها شوية عمليات. للأسف السمستر الأولاني ده هو هنقعد نشرح السبع لاير دول. نظري بقى. هيبقى أول 3 محاضرات كده جايين من النهارده وبكره وبعده الدنيا فيها نظري شوية. مش عملي. بعد كده من السمستر تاني نقلب عملي بقى. خلاص الحاجات البراكتيكال بتاعتنا. ها تمام كده؟ هبدا اخد بقى النهارده اول لير اللي هي الابلكيشن وابدا اشرح فيها. حلو؟ ها تمام كده؟ يبقى انا عندي عشان ابعت الداتا بمر ب7 مراحل. طبعا المراحل دي بتنحفظ. يقول لك المرحله رقم 2 قصده بيتكلم على مين؟ على الداتا لينك. المرحله رقم 3 بالنتورك. وينحفظوا بالترتيب يا ولاء. تمام كده؟ طيب. أنا عندي في موديل تاني زي الـ OSI ده بس اسمه الـ TCP/IP موديل. ها قول لي. يعني الـ OSI الـ OSI الأبلكيشن والبرزنتيشن والسيشن راحوا لمنهم مختصرينهم كده في مرحلة اسمها الإيه؟ الأبلكيشن. تمام؟ ومرحلة الترانسبورت فضلت زي ما هي. تمام كده؟ ترانسبورت. طيب ها والنتورك بقى اسمها ايه؟ انترنت اكسس. الداتا لينك لاير والفيزيكال بقى اسمها ايه؟ نتورك اكسس. ده 1 2
3 4 تمام. خلاص كده. ده يا جماعه ده TCP IP موديل ابلكيشن ترانسبورت انترنت نتورك اكس. فبيجي لي في الامتحان يقول لي ايه؟ يقول لي الداتا لينك لاير والفيزيكال بقى اسمه ايه TCP IP نتورك اكسس. فتختار نتورك اكسس. طبعا لو انت ما حفظتش او مش حافظ الترتيب بتاعهم مش هتعرف تجيب. طيب بيسموا الاو اس اي لاير بيسموه الريفرنس موديل، الموديل الاساسي بتاعنا المرجع. TCP IP بيسموه البروتوكول موديل. يبقى لما يجي في الامتحان يقول لك مين البروتوكول موديل؟ TCP IP. مين الريفرنس موديل؟ الاو اس اي. هبتدي اشرح بقى اول لاير اهو اللي هي الابلكيشن لاير. تمام؟ ها حد نام ولا لسه؟ ايه ده؟ غريب قوي. مش حد نام خالص؟ انا بهزر بس يكون حد نام ولا حاجه. الابلكيشن لاير بقى ايه؟ فصلت ولا ايه؟ مش معانا نومي. طيب تمام يا بس لا طيب ربنا يعينك يا حبيبي. ماشي يا ابو حميد. الابلكيشن لاير، الابلكيشن لاير فيها شويه بروتوكولات. شكل مين؟ شكل اتش تي بي، شكل دي اتش سي بي، شكل دي ان اس، شكل اف تي بي، ها الاس ام تي بي، شكل البوب، شكل الاي مام، شكل التلنت، شكل الاس اس اتش. دي كلها موجوده في الابلكيشن لاير. ما ينفعش تكون راجل شغال في نتورك وما انتش عارف دول، فضيحه. اس ام بي تمام كده. ما ينفعش تكون راجل شغال في النتورك وما انتش عارف دول. ايه دول؟ هشرح كل بروتوكول واحده واحده اهو. تمام. ال HTTP اختصار كلمة ايه ال HTTP؟ هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. هايبر تكست ترانسفير بروتوكول ال HTTP اختصار كلمة هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. البروتوكول ده بيعمل ايه؟ كل السايتس بتاعت الانترنت، كل المواقع مكتوبة بلغة اسمها ال HTML اللي هو اختصار كلمة ايه؟ هايبر تكست مارك اب لانجوج. يبقى كل مواقع الانترنت بيسموها الويب سيرفر مكتوبة بلغة اسمها ايه يا شباب؟ انت كراجل يوزر لو عايز تكلم الويب سيرفر لازم تحول اللغه بتاعتك لمين؟ عشان الويب سيرفر يقدر يفهمها. طب لما الويب سيرفر يقدر يفهمها هيرد عليك HTML، فلازم حد هنا مستنيه ياخده يحول له صور وفيديو تبان قدامك في الشاشه. يعني بمنتهى البساطه لو انت كده اهو فتحت النت كده وفتحت سايت اسمه وليكن اليوم السابع دوت كوم اهو مثلا. اليوم السابع ده ظهر قدامك اهو صور وفيديوهات بنت قدامك اهو، شايفين؟ الصور والفيديوهات اللي باينه قدامي دي المفروض ان اصلها كود HTML. اللي بجيبه ازاي؟ كليك يمين كده فيو بيج سورس. ايوه يعني في الاخر كله كود HTML. ما هو CSS كود HTML سكريبت. تمام كده اهو. شايفين؟ دي الكودات بتاع HTML. تصور كده لو انت كتبت دوت كوم المفروض الويب سيرفر يرد عليك كده. اقرا بقى. تخيل الصور بقى. تخيل الصور بقى وتغير. الكودات دي كلها HTML اهي. مين اللي بيحولها لك كده؟ لحد اسمه عندك موجود عندك في الاوبريتنج سيستم بتاعك اسمه HTTP بروتوكول. وهنا نسال سؤال، هو البروتوكول بيبقى موجود عند السيرفر ولا موجود عند الكلاينت؟ عند الاثنين. عند الاثنين عشان بياخد الريكوست بتاعك من هناك ويحولك عندك، صح؟
فانت عندك البروتوكول ده هو بيبقى جزئين اتنين يا شباب. اي بروتوكول بيبقى جزئين اتنين، جزء عند السيرفر واسمه سيرفر، وجزء عند الكلاينت اسمه سيرفيس، خدمة موجودة عندك جوه الويندوز بتاعك. تصور كده لو انت فتحت كده ماي كنترول كنترول بانل ودخلت كده على الادمنستريتيف تول، وهتلاقي فيه سيرفيسز، وقلت له فيه سيرفيس عندي اسمها الويب كلاينت، اهي الويب كلاينت. تصور لو حد عمل لك لها ستوب دي بسيب كده، مش هروح، مش عارف اخش النت تاني صح كده؟ تمام. اه لا، وقف السيرفيس عندك جوه الجهاز. ايوه تمام. ده الجزء بتاع السوفت وير اللي موجود عندك على الكلاينت، على جهاز الكلاينت. فمش يعرف الراجل يحول الريكوست بتاعك ل HTML، فمش يعرف يكلم مع الويب سيرفر بره. يبقى تاني كده الحته دي موجوده فين؟ موجوده هنا اهو، موجوده هنا جوه ادمنستريتيف تول سيرفيسز، تلاقي حاجه اسمها ويب كلاينت. اه ده اللي بيدخلك نت. دي لو وقفت السيرفيس دي شكرا، ده البرنامج اللي موجود عندك اللي بيروح يكلم السيرفر هناك. ماشي؟ ماشي الحال. طيب ال HTTP قال لك السيشن اللي انت فاتحه مع اي سيرفر ده بتلاقيه لو انت شغال بروتوكول HTTP، ده بروتوكول ماهوش انكريبتد، الداتا ماشيه كلير تكست او بلان تكست. الداتا ماشيه ايه؟ كلير تكست او بلان تكست. حلو الكلام كده؟ ها كلير تكست او بلان تكست. تمام؟ فلو في حد بيتصنت عليك في النص وانت شغال مع موقع HTTP هياخد الداتا اللي انت بتبعتها. يبقى ده اي حد ممكن ايه؟ يهاج عليك. وعلشان كده كل المواقع حولت المواقع بتاعتها من HTTP لايه؟ ل HTTPS. يعني لو جيت دخلت دلوقتي كده ايه؟ على الفيس، شايفين الفيس مكتوب قدامه ايه؟ HTTPS. فلو في موقع عندك HTTP ما تحطش الانفورميشن الشخصيه بتاعتك فيه. لانه لو هو كان حتى موقع مش هاكينج ممكن السيشن بتاعك اللي فاتحه انت ما بينك وما بينه ما هو سكيور، كل الداتا ماشيه بلان تكست، فممكن اي حد ياخد الداتا دي ويعمل لها كابتشر ويقرا اللي فيها. وعشان كده ال HTTP طوروه وعملوا بروتوكول تاني اسمه ايه يا جماعه؟ HTTPS. اهو الداتا بتمشي ما بيني وما بين السايت انكريبتد، متشفره. حلو الكلام. فكل السايت اللي في الدنيا دلوقتي بقت ايه؟ HTTPS. الا بقى السايت السكه HTTPS ده عشان تعمل تشفير بس، الراجل اللي عامل السايت بيروح يشتري سيرتيفيكت بحوالي $1000 في السنه. سيرتيفيكت يعني ايه سيرتيفيكت؟ يعني الكي اللي بيشفر لك الداتا وهي ماشيه. وده مش موضوعنا دلوقتي، لما نيجي ناخد سكيورتي نتكلم عنه. تمام كده؟ طيب البروتوكول الثاني بعد ال HTTP بقى بروتوكول اسمه ايه؟ بروتوكول اسمه ال DHCP، او اختصار كلمه دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. بيعمل ايه؟ بيدي ايبيهات للاجهزه. الله يكرمك. احنا عشان نحط الاي بي للجهاز او نعمل اساين للاي بي، يعني عشان نحط ايبيهات للاجهزه بتاعتنا يا شباب، في عندي طريقتين. طريقه مانوال، مانوال يعني يدوي. حلو الكلام كده. انا مش بروح خالص اهو عشان الناس اللي عندها مشكله في الانجليش. او اوتوماتيك، يعني الجهاز ياخد اي بي لوحده. حلو كده. حضرتك انت لما تيجي تاخد اي بي اهو، اوبن نتورك اند شيرنج سنتر لوكال اريا كونكشن بروبرتيز اي بي فيرجن 4، عندك يا اما اوتوماتيك يا اما مانوال. بحط انا الاي بي والسبنت ماسك والديفولت جيت واي، ده اللي هو ايه؟ اللي هو الاي بي بتاع الراوتر صح كده؟ تمام. يا اما اقول له اوتوماتيك وتصرف انت مع نفسك يا جهاز. تمام.
طب تصوروا شركه كده فيها 40,000 موظف، المفروض ان انا اعد عليها واحده واحده احط الاي بي بايدي، الموضوع هيبقى صعب جدا، ومتوزعين كمان في فروع بقى، عيش حياتك بقى. تمام، ممكن والله يعني احمد لو عايز اقدره خلاص، يلا يا احمد هو لسه جديد في النتو. تمام، بعد ما يجي من اسوان اطلع على الاسماعيليه، بعد ما يجي الاسماعيليه اطلع على التأزين. تمام كده، صح كده، اه في ناس بتعمل كده. تمام، واحمد شال شنطته بيلف. صح كده، تمام. انما الاوتوماتيك بقى عباره عن ايه؟ لا، الاوتوماتيك ده انا بعمل جهاز عندي جوه الشركه اسمه دي اتش سي بي سيرفر. اسمه ايه يا شباب؟ ادي الشبكه بتاعتي اهي، الشبكه بتاعتي اهي، ده السويتش اهو، بقوم عامل كده معاها جهاز عامله كونفيجريشن مسميه دي اتش سي بي. والسيرفر ده هو دي اتش سي بي سيرفر ده ممكن يكون جهاز كمبيوتر وانا منزل عليه ويندوز سيرفر، او ممكن يكون راوتر سيسكو زي ما احنا هناخد في الكورس وعامل له كونفيجريشن يوزع ايباد. يعني كلمه سيرفر ده مش شرط يكون جهاز كمبيوتر. تمام كده؟ اه تمام؟ لا مش شرط 2 كارت ران، 2 كارت ران لو انت هتعمل راوتنج. انما مش شرط 2 كارت ران. يا ابني مفيش مساحه. مفيش مساحه عندي؟ اه. 32. ايوه نكمل، يلا. يلا. ها. فالدي اتش سي بي عموما، الدي اتش سي بي بقى لما بنيجي نتكلم مع الدي اتش سي بي، الجهاز بتاعك لما تعمله اوتوماتيك بيبقى عندك فيه سيرفر اسمه الدي اتش سي بي سيرفر. والدي اتش سي بي سيرفر ده عباره عن ايه يا شباب؟ ها؟ عن جهاز كمبيوتر انا عامله سيرفر، او عن راوتر سيسكو انا قلبه سيرفر. تمام؟ ومتوصل معايا بالسويتش اهو. لما يجي جهاز الكمبيوتر بتاعي عايز ياخد اي بي يعمل ايه؟ هو الاول الجهاز بيبقى واخد اي بي اربع اصفار اسمه انسبسفايد اي بي. اول ما تنزل على الويندوز وتوصله بالشبكه يبقى الاي بي بتاعه كام؟ اربع اصفار. بيبقى ايه؟ اه الماك ثابت، انما الاي بي ده لسه ما يعرفش، فانا عامله اوتوماتيك. فيعمل ايه الجهاز؟ الجهاز يوم باعت رساله لكل الناس اللي موجوده على السويتش اسمها ايه؟ اسمها دي اتش سي بي ديسكفر، رساله اكتشاف الدي اتش سي بي. الرساله دي بتروح للسيرفر، ولو في اجهزه على السويتش تاني بتروح له. تمام؟ لا لا، اصل دي رساله برودكاست اذاعه، هو ما يعرفش مين فيكم السيرفر، فانا ببعت رساله توصل لكم كلكم، فانا بقول انا عايز اي بي، فبس يبص في الرساله، هو مش انا اللي شغال بند ايباد، فارمي الرساله. تمام؟ مين اللي يدينا اي بي؟ مصطفى اللي شغال دي اتش سي بي. يبقى الرساله دي برودكاست بتروح لكل الناس اللي ايه؟ اللي على السويتش. يقوم السيرفر اول ما يجي له الرساله دي يقوم باعت لك اوفر، باعت لك عرض. رساله ثانيه اسمها دي اتش سي بي اوفر. الاوفر ده بيبقى فيه ايه يا معلم؟ هو انا لما اجي احط الاي بي بيبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي الاي بي اهو، السبنت ماسك، الديفولت جيت واي، الدي ان اس. صح كده؟ تمام. الجهاز بتاعي الاوفر ده بيبقى فيه كل الكلام ده، بيبقى فيه اي بي لك، بيبقى فيه سبنت ماسك، بيبقى فيه ديفولت جيت واي، وبيبقى فيه كمان يا شباب دي ان اس، زائد كمان معلومه انتوا ما تعرفوهاش اسمها الليز تايم. هو الاي بي اللي انا هديلي الجهاز ده، هديلي الجهاز على طول ولا لفتره معينه؟ الدي اتش بي سيرفر يا جماعه عموما لما بيجي يدي اي بيهات بيدي اي بيهات للجهاز لفتره معينه. بالظبط كده، عشان لو كارت الشبكه بتاعي حصل له مشكله وانا مشيت من نتورك ما يفضلش الجهاز حاجز اي بي طول عمره واخده من دي اتش بي، لا الاي بي ده يتاخد يديه لحد تاني دي اتش بي سيرفر. واحد فاتح كافيه مثلا ماشي وعليه واي فاي، فانت اول ما بتخش بتاخد اي بي منه. طب بعد ما شربت الشاي بتاعك ومشيت خلاص الاي بي بتاعك راح لجهاز تاني. ففي الحمد لله حاجه اسمها يا شباب الليز تايم. ايه الليز تايم دي؟ فتره الايجار بتاعتي. جهاز هنج ولا عمل ايه بالظبط؟
تمام. طب تاني كده اهو خلاص منه بينقل وبيشغل كامتازيا في الدنيا بايظه. يبقى تاني كده يا شباب انا عندي الجهاز بتاعي اهو بيبعت رساله للناس كلها اسمها دي اتش بي ديسكفر. الجهاز بتاعي بيرد عليا باوفر، يوم جهاز الكمبيوتر رد عليا بحاجه اسمها ايه؟ ريكويست. اه انا عايز الاي بي ده. يوم السيرفر رد عليا بحاجه اسمها ايه؟ اكنولج، تاكيد بتاع الاي بي ده. يبقى تاني انا عايز اي بي، فالاوفر بيجيب ديك اي بي، فانت بتقول انا عايز الاي بي ده، يوم الديش بيصير رد عليك بايه؟ باكنولج، خلاص الاي بي ده بتاعك. الاي بي ده يثبت على الجهاز بقى خلاص، بقى ده الاي بي بتاع الجهاز. طب يا معلم لو انت عامل الاي بي اوتوماتيك، لو انت عامل اهو وانا بحط الاي بي اساين الاي بي، عنده طريقتين صح؟ قلنا مانوال بايديا، لا اما اوتوماتيك ايه؟ هيعمل جهاز دي اتش بي ويعيش حياته. طب انت عملت الطريقه اوتوماتيك بس جه كونكت على الدي اتش بي ما لقاش دي اتش بي، الجهاز بتاعك يعمل ايه؟ ما لقاش دي اتش بي. لا هياخد ابيبا فعلا، هياخد اي بي ادرس كده كلنا عارفينه اسمه ابيبا. افهم بقى نتورك بقى، انت مش جاي تفهم نتورك، افهم بقى. اوتوماتيك برايفت اي بي ادرس. عارف انت كده لما تيجي في البيت والنت عندك فاصل تلاقيه مثلث اصفر كده على كارت الشبكه من تحت، ما هو اصل من الراوتر بتاع النت اللي في البيت ده هو الدي اتش بي سيرفر جوه الشبكه الداخليه الصغيره اللي في البيت. فلما يبقى فاصل ما حدش بيديك اي بي، وانت عامل الجهاز اوتوماتيك ان هو ياخد اي بي، ما حدش راضي يرد عليه ولا يعبره، فيقوم الويندوز بتاع الجهاز مكريت اي بي هو من عنده. ايه الاي بي اللي بيكريته؟ 169.254 دوت اي كلام دوت اي كلام. الويندوز كده مع نفسه كل جهاز الويندوز عليه يقوم مكريت له اي بي. فلو انت بتشوف الاي بي بتاعك، طب هشوف الاي بي ازاي؟ يعني لو دخلت على السي ام دي كده وقلت له وريني الاي بي للجهاز واخده، اي بي كونفج ده الكوماند اهو اسمه ايه؟ يبقى بخش على ايه؟ على السي ام دي على الدوس اهو، بكتب كوماند اسمه سي ام دي. انا بخش بقى بكتب الاي بي بتاع الجهاز يديك ايه؟ يديك ايه؟ يعني انت بتقول الاي بي بتاع الجهاز؟ بخش بينج يعني؟ ابينج لا يا عم انا عايز اعرف الاي بي بتاعي باخد ايه؟ تمام؟ بعمل ايه؟ سي ام دي كده وانتر. تمام؟ وبعدين اكتب اي بي كونفج. اهو والله لو جيت هنا دورت ولقيته واخد اللي بدايته 169 هتلاقي عندك مثلث اصفر على كارت الشبكه تحت. طب لو واخد 192 ده شغال عادي اهو، انما لو لقيت ده 169.254 تعرف ان الجهاز بتاعك فيه مشكله انه يتوصل ايه؟ متوصل بالسيرفر اللي هو دي اتش بي سيرفر. يبقى عندك مشكله في النت، عندك في الراوتر بتاع النت، او انت ما انتش واصل عليه بالواي فاي. تاني هو احنا مش قلنا الجهاز بتاعك لما تعمله اوتوماتيك وما يلاقيش الدي اتش بي سيرفر يعمل ايه؟ ياخد الابيبه. ايه الابيبه ده؟ ده اي بي بدايته 169.254 دوت اي كلام دوت اي كلام. ده ستاندر وبياخدوا راندوم. راندوم ليه؟ لان الجهاز هيبقى 200 210، جهاز الرد هيبقى ايه؟ 10 15، جهاز بس ما هيبقى ايه؟ 3 15. حاجه راندوم ليه يا عم؟ عشان احنا نتكلم مع بعضنا على السويتش. لو انت عايز تتكلموا مع بعضكم يبقى اللان شغاله، انما يطلع نت لا. الحاله دي برضه بتطلع خالص. لو انا مثلا بوصل راوتر وبعدين سويتش وبعدين الجهاز، لو انا خسرت راوتر فاكس هيجي لي برضه الاي بي، هيجي لك الاي بي ماشي. ما هو الراوتر بتاع النت، ما احنا قلنا الراوتر بتاع النت اللي في البيت ده شغال لوحده دي اتش بي سيرفر صح كده؟ فهو اللي بيديك الايباد. لو الراوتر فيه مشكله مش هيديك اي بي. حلو ده كمان احنا ممكن ناخد كمان شو. يعني ان شاء الله لما ناخد الواي فاي هناخد ازاي نعمل كونفجريشن للراوتر بتاع النت، فهنوقف الدي اتش بي سيرفر، هنخليه احنا كمان بايدينا ما يوزعش ايباد عشان لما حد يجي يخش يحط اي بي بايده. انا لا، طب لو لقيت مديك ايوه دلوقتي يبقى المشكله عندك في الدي اتش بي سيرفر.
ايه مين دي في سيرفر عندك في شبكه في البيت؟ الراوتر بتاع النت. حلو الكلام. انما في الشركات بقى بيبقى في راوتر اساسا، دي جهاز اساسا شغال ايه دي اتش بي سيرفر. يبقى في مشكله عندك في الكونكشن ما بينك وما بين دي اتش بي سيرفر، حلها بقى. ازاي احلها؟ ناخد بقى احنا نشوف الكورس كده ازاي بنحلها. حلو الكلام كده. الابيبا ده بقى اسمه ابيبا بس مسموه دلوقتي لينك لوكال. بقى اسمه دلوقتي الاسم الجديد بتاعه اسمه ايه؟ لينك لوكال. حتى باين من اسمه لوكال، حاجه محليه، حاجه على السويتش. صح الكلام كده؟ يبقى الجهاز بتاعك لو لقيت عليه مثلث اصفر معناه ان هو واخد ابيبا. امتى بياخد ابيبا؟ لو انت عامله اوتوماتيك وراح يكلم الدي اتش بي ما لقاش حد شغال دي اتش بي، بياخد الابيبا. طب هو مين بقى يا عم اللي عمال يروح ياخد اي بي ويكلم الدي اتش بي سيرفر؟ سوفت وير موجود عندك على المكنه. اسمه ايه؟ تجيبه منين؟ اجيبه من الكنترول بانل، ادمنستريتيف تول، سيرفيس. انا الدي اتش بي اهو. اسمه ايه؟ يا سلام لو حد دخل عمل لك ديسكتوب. صح كده؟ محدش هيعرف يخش ياخد اي بي اوتوماتيك، فلازم عشان يخش على النتورك لازم يحط اي بي بايده مانوال. مش دي السيرفيس اللي بتروح تكلم الدي اتش بي سيرفر؟ قفلتها له خلاص شكرا. بس كده انا هفكر البروتوكول على الجهاز. يعني حتى لو عدلت الايبات من جوه عملتها ستاتيك او ديناميك هو مش هيشتغل. لا لو عدلتها ستاتيك هيشتغل. لا ستاتيك هيشتغل اللي هو اوتوماتيك مش هيشتغل. مش هيشتغل بالظبط. لو المانوال هيشتغل. تمام. لو اوتوماتيك لا مش هيشتغل. حلو الكلام كده لحد دلوقتي؟ في مشكله عند حد؟ طيب نخش على البروتوكول اللي بعده. البروتوكول اللي بعده اسمه ايه يا شباب؟ الدي ان اس. تمام. يا دوبك ساعه. ها الدي ان اس موجود لحد الساعه 8. 8 لحد 8 لحد يعني نص ساعه ساعه كده لحد 7 7 وي. تمام 7 ماشي. ما عارف اني اتاخرت. ها دومين نيم سيستم ان شاء الله هيخلص قبل 7 ما تقلقش. ايه الدومين نيم سيستم؟ الدي ان اس. هو الدي ان اس بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ حد فاكر دي ان اس؟ بيعمل ايه بقى طيب؟ بحطه ليه هنا تحت؟ بحطه ليه تحت يا رضا؟ هنا كده بحطه ليه تحت؟ بحطه ليه بتاعه؟ لا لا مش هموت عشان لو حد مثلا كان دخل على جوجل كان دخل على الموقع فهو بيسال بعد ما يطلع يعمل ابليك على المواقع كلها هو مثلا سايب عنده في السيرفر كان مش على اوتوماتيك الواي دي. لا بس بيعمل ايه الفانكشن بتاعته برضه؟ هو حاجه لا هقول لك انا هقول لك انا هقول لك انا هقول لك انا هو انا علشان اتصل برضا المفروض يكون معايا ايه؟ رقم رضا صح؟ طب انا لما اجي اخزن رضا عندي على الموبايل بخزنه ازاي؟ بالاسم. طب لما اجي اتصل بيه بتصل بالرقم. طب انا بخزن باسمه ليه؟ ما انا احفظ رقمه وخلاص عشان اعرف بالظبط. كل مواقع الانترنت بقى كل موقع له الاي بي بتاعه. فانت عشان تخش على الياهو المفروض تكتب الاي بي بتاع الياهو فوق في اليو ار ال مكان اسم الموقع. بس دي هتبقى مساله صعبه عليكم قوي كيوزر. فقال لك نعمل حاجه زي بتاعه المفتاح بتاعه الاسامي اللي عندك، الكونتاكت نيم اللي عندك، الادرس بوك اللي عندك على الموبايل ده. اسجل اسم الموقع وقدامه الاي بي بتاعه. فانا اروح اسم الموقع يقوم الدي ان اس مدينا الاي بي، اخد الاي بي اكونكت على الموقع. طب الدي ان اس سيرفر ده بيبقى موجود فين؟ عند شركات الاي اس بي. لو هو جلوبال دي ان اس، لو هو دي ان اس موجود على الانترنت بيبقى موجود فين؟ عند شركات النت. فانت المفروض تروح تسال اي اس بي الدي ان اس بتاع مين؟ بتاع تي داتا لو انت واخد نت من تي داتا، بتاع لينك لو انت واخد نت من لينك. بيبقى متخزن فيه ايه؟ بيبقى متخزن فيه معلومتين، الدومين نيم، اسم الموقع، والاي بي بتاعه. فيقول لك ياهو دوت كوم الاي بي بتاعه مثلا 4 4 مثلا. حلو. فانا عندي هنا كم معلومه دلوقتي بقى؟ ادي الجهاز اللي عايز يخش نت، وادي السيرفر اللي هو بتاع الياهو،
حلو كده، اللي هو الاي بي بتاعه كام؟ 4 4. وده الدي ان اس اللي موجوده عند تي داتا مكتوب فيه ايه؟ ياهو 4 4 4. والثلاثة دول متوصلين بمين؟ بالإنترنت، صح كده؟ لما اجي اخد اكتب ياهو دوت كوم، يوم الراجل ده رايح سائل الدي ان اس هو ياهو رقمه كام؟ يبقى ده اول خطوه. يوم الدي ان اس رد عليا بمين؟ باربع اربعات. اقوم واخده ومكيشه بخزنه عندي ياهو 4 4. عشان مش كل شويه اروح اسال مين؟ الدي ان اس. تمام؟ وبعدين اقوم واخد 4 4 ورايح اعمل ايه؟ كونكت. ما انا عشان اكونكت على السيرفر بكونكت بمين؟ بالاي بي بتاع السيرفر وليس بالاسم. لا ليه بقى كانوا زي 4 8؟ كان يقول لك بدل ما تكونكت على الدي ان اس بتاعتي داتا وهو عندهم الباندويتس بتاعهم مش قوي، روح في سيرفر اسمه دي ان اس سيرفر عند جوجل، بدل ما تسال الدي ان اس بتاعتي داتا روح اسال الدي ان اس بتاع جوجل. اه فاهمني؟ تمام؟ اسرع يعني. زي هنا كده مثلا اهو. فهتلاقي ان انا حاطط ايه؟ 4 8 و8 4. الاثنين دول بتوع جوجل. انا عم مش عايز اروح اسال الدي ان اس بتاعتي داتا. تمام كده؟ ما اعرفش بقى ده بتاع ياهو اللي انت بتقول عليه تاني. فانا دلوقتي بعمل كويري فين؟ عند جوجل، لان ده الدي ان اس بتاع جوجل. جوجل عنده دي ان اس سيرفر شبه تي داتا بالظبط. تمام كده؟ لان في بعض المواقع اساسا ما بتبقاش مسجله تي داتا. للاسف يعني. تمام؟ حاجات لو عملنا ما بتكتبش على تي داتا على طول. حلو الكلام؟ بالنسبه مثلا بالنسبه للناس اللي شغالين في الشركه بيعرفوا مثلا اللي بعمل البيت على اليعمل كوم او الشبكه دي مثلا. طبعا السيشن بتاعك جامد رايق لو هو معدي من عليه. طبعا بيسجل فلوج. بصوا يا شباب لو دخلت على السي ام دي كده في كوماند اسمه ان اس لوك اب. وانت الان اس لوك اب ده تقول له انا عايز الاي بي بتاع الياهو دوت كوم، فيروح يسال الدي ان اس ويجيب لك الاي بي بتاع الياهو دوت كوم. اهو قال لك دي السيرفرات بتاع الياهو اهي. في عندك 3 سيرفرات اهو. الياهو له 3 سيرفرات، 3 ايباد. انا عايز والله السيرفر بتاع الفيسبوك www.facebook.com. قال لك والله الفيسبوك له سيرفر واحد هو اللي بيرد عليك اهو. طب لو انا كتبت له الاي بي بتاع السيرفر يديني هو الاسم. قال لي ايه؟ قال لي دوت متوصل على facebook.com. شايفين؟ يبقى انا ممكن اديله الاي بي يديني الايه؟ الدومين نيم. يبقى تاني بيجي ازاي الكوماند ده؟ اهو اسمه ايه يا شباب؟ ان اس لوك اب. نتورك سيرفيس لوك اب. اللي هو ايه؟ بتاع ما يغيروا احمد زي ما انا مالي، هو يغيره ويروح يخزنه تاني في الدي ان اس، انا مالي يا عم ما يغير زي ما هو عايز. صح كده؟ هتفتحوا النتورك ولا ايه؟ بتفتح يا ابني النتورك. انت كل شويه بتقفلها ليه طيب؟ لا موضوع خطير. واحد اثنين ثلاثة. احمد بيه معايا احمد بيه ولا ايه؟ انت شكلك ساكت كده بقالك كتير. لا انت بعد كده على فكره ما تقعدش تديني ظهرك بقى بعد اذنك يعني. مش هيبقى ايه قفلت ليه كده؟ طب روح بس اسمع الفيديوهات وان شاء الله نظبط له. صح. بص بقى القصه دي عباره عن ايه؟ القصه ان انت عندك مجموعه من الدي ان اسز على مستوى العالم. اهو الدي ان اس بتاعتي داتا
وتوصل بالدي ان اس بتاع لينك، وتوصل بالدي ان اس بتاع نور، وتوصل بالدي ان اس بتاع جوجل. حلو كده، ده الدي ان اس رقم واحد، ده الدي ان اس رقم اتنين، ده الدي ان اس رقم تلاتة، ده الدي ان اس رقم اربعة. حلو الكلام كده؟ لا كله، كل الدي ان اس على المصانع متوصله من بعض. تمام؟ فانا دلوقتي عايز اعمل نفسي موقع. حلو؟ عشان تعمل نفسك سايت يبقى لازم تعمل خطوتين. خطوه اسمها هوستنج وخطوه اسمها دومينينج. يبقى عشان اعمل نفسي سايت يبقى لازم ايه؟ خطوتين. خطوه اسمها هوستنج وخطوه اسمها دومينينج. هوستنج يعني اروح اشتري لنفسي سيرفر. اهو. السيرفر ده شغال 24 ساعة في السبع ايام، ما بينطفيش خالص. واحط عليه الملفات بتاع الموقع بتاعي. طب انا ما معيش فلوس اشتري سيرفر. اروح ادور على شركة بتعمل هوستنج استضافة واجر منها مساحة. شكل تي داتا، شكل لينك، شكل فودافون. في شركات، اكتب بس على النت كده هوستنج كومبانيز من ايجيبت. يجيب لك لسة كبيرة. في شركات تحت السلم، وفي شركات في موجوده في شبين، وفي شركات موجوده في القاهره عباره عن ايه الشركات دي؟ عندهم مجموعه من السيرفرات بيأجروا المساحات بتاعتها شركات تانية. حلو الكلام؟ فانت بتأجر منه المساحه، وبتأجر منه كمان الباند ويث اللي الناس هتخش عليك بيه. تصور كده وانت داخل على موقع جوجل غير لما تكون داخل على موقع تالنت دوت كوم. صح الكلام؟ جوجل بيفتح في ثواني، تالنت بيتأخر. صح الكلام كده؟ على حسب السيرفر اللي بيكونكت عليه، كل سيرفر له السرعه بتاعته. صح الكلام؟ ده الهوستنج، يبقى لا اما نأجر لا اما ايه؟ نشتري سيرفر. تمام؟ طب الدومينينج؟ السيرفر ده علشان الناس تخش عليك فيه، مش لازم يكون لك اسم. فبروح عند شركه تي داتا اقول انا عايز اسجل عندك في الدي ان اس. باسم ايه؟ عايز اسجل والله باسم www.mahmood.com. لما حد يقول لك محمود دوت كوم فين؟ تدي له الاي بي بتاع ايه؟ بتاع السيرفر. اللي هو مين؟ اللي شايل محمود دوت كوم اللي هو ده. يبقى انا بروح اعمل ريكورد في داتا. يعني ايه ريكورد؟ يعني بسجل اسم السايت بتاعي بالاي بي بتاع السيرفر اللي شايل السايت. في خلال 48 ساعه الدي ان اس اللي على مستوى العالم بتكلم بعضيها. يعني الدي ان اس ده هتلاقيه يكلم ده. واداله الريكورد بتاعك، محمود بقى موجود هنا دلوقتي، محمود بقى موجود هنا دلوقتي، محمود بقى موجود هنا. في خلال 48 ساعة السايت بتاعك بيتبلش للناس كلها. فلو حد دخل من أمريكا هيكونكت على الدي ان اس بتاعه هيلاقي محمود دوت كوم. ما بيتكررش طبعا، ينفع أعمل ياهو دوت كوم؟ شكرا. يا باشا ده في أسامي مواقع بتوصل لملايين. صح كده؟ يعني في أسامي مواقع بتوصل لملايين. يعني الدي ان اس ده ممكن أقول له داتا بيز لا ايوه بقى اسامي مواقع الله يكرمك دوت كوم دوت هي داتا بيز المواقع غير محدوده يعني بالظبط زي ما انا هخليها من اي حته لان هو ممكن يكون بالسيرفر واحد هو اكتر من سيرفر تمام واكتر من ستورج ودنيا ثانيه تصور الدي ان اس او صور مجموعه سيرفرات بتاع اي ام سي سكوير مثلا شركه سيرفرات عامله ازاي؟ حاجه مهوله تصور كده الداتا سنتر بتاعنا بتاع مصر الاتصالات اللي شايل كل المواقع بتاع مصر تيجي عندنا الدنيا بايظه خالص هو فاهمني؟ مساحه كبيره واستورج عاليه جدا ومساحات بتيره بكميه بيانات رهيبه ودي بيانات بتاعه شركه اتصالات ودي بتاع بنك ودي بتاع شركه معرفش ايه مأجرين منك استورج يخزنوا عليها الداتا بتاعتهم لا هو بس بيكونكت عندي عليا هو مقدر ستورج كبيره متامن متامن وكلام من اصل انا عشان اشتري سيرفر عندي هندسه جوه الشركه عندي لازم اجيب مهندس بتاع سيرفر ولازم اجيب مهندس بتاع الكهرباء عشان ده 24 ساعه 7 ايام تمام كده ولازم اجيب مهندس بتاع ستورج اللي هي الحاجات بتاعت الداتا سنتر ازاي الهاردات بيتعامل معايا والكلام ده ان الهاردات بقعد من بعضيها عشان لو هارد باظ التاني شغال صح كده؟ فمين الشركه اللي هتقدر تستحمل كل الكوست وكل المرتبات بتاعت الناس دي؟ فعندنا مصريه الاتصالات مثلا عامله مكان كده اسمه داتا سنتر لو حد عايز يقدر ستورج بدل ما يشتري سيرفرات
ويجيب تيمز تشتغل على السيرفرات على اكبر مني ارخص لك. تمام زي ما انت عايز على حسب البند ويس اللي انت عايزها. فاهمني؟ يعني مثلا واحد زي محمد بيعمل موقع للفيديو فيديو برودكاست شكل يوتيوب كده. هل المفروض ان هو ياخد بند ويت 2 ميجا؟ لا، يعني مثلا عنده 56 ميجا. حضرتك عامل موقع بتاع ويب عادي اخبار كتابه بس وبتاع 4 ميجا. انا ما بتكلمش على المساحه، بتكلم على البند ويت. اتفضل اتفضل. طب لو عدد الزوار اعمل كده لو ايه؟ لو الناس هتدخل على الموقع عندي كتير قوي. طبعا لو الناس دخلت عندك احصائيه كتير المفروض يكون البند ويت بتاعك عالي. صح الكلام كده؟ تمام. هو في حاجه جديده بروح اجيب السيرفر اي بي مثلا سعر حاليا 10 جنيه في الشهر. السيرفر اي بي ده مثلا ممكن انا احط اسم اللي انا عاوزه مكان الاي بي. اه بس ده انت كده بتعمل دومينك، لازم تروح تقول لهم بقى الاستيك اي بي ده انا هخزنه بالاسم ده. حلو الكلام كده؟ تمام. والاستيك اي بي تحطه السيرفر عندك شايل الاسم ده. تمام. طب هو الدي ان اس الثانيه يا جماعه بيعمل ايه؟ هو الدي ان اس ده هو بس جلوبال دي ان اس الموجود على النت؟ لا، في دي ان اس داخلي جوه الشركه اسمه انترنال دي ان اس. انترنال دي ان اس. حلو كده؟ ايه الانترنال دي ان اس ده؟ انا ممكن جوه الجامعه عندي لما اخد كورس سيرفر ان شاء الله اعمل دي ان اس خاص بالجامعه عندي. ايه الدي ان اس الخاص بالجامعه ده؟ تصوروا كده عندكم في الكليه مثلا في بتاع وليكن 2000 جهاز ب 2000 موظف. انا عايز اكونكت على الجهاز بتاع احمد مثلا. المفروض اروح اتصل باحمد، احمد اديني الاي بي بتاعك. اديني الاي بي بتاعه اكونكت عليه. مفيش كونكشن عندنا في النتورك غير بمين؟ غير بالاي بي. تصور كده لو انت عندك برينتر موجوده في كليه هندسه وموجوده عندك على النتورك كنت عايز تطبع عليه. لازم تجيب الاي بي بتاعها عشان تقدر تطبع عليه. قال لك لا يا عم احنا ممكن نعمل دي ان اس سيرفر عندنا نكتب فيه الدومين نيم اسامي الاجهزه والاي بيات. فالجهاز بتاع احمد اسمه احمد داش بي سي. بتسجل عنده باي بي كام؟ مثلا اي حد هيعمل بينج كده اهو سي ام دي بينج على احمد داش بي سي بدل ما يعمل بينج على الاي بي بتاع احمد هيكون نكت عليه. لو انا عندي ايه؟ لو انا عندي دي ان اس سيرفر متسجل فيه احمد داش بي سي. بس هو الاحسن هيكون نبحث بالاي بي عشان ممكن يكون في لازمه. يا عم انا ما اعرفش الاي بي. ما هو الاي بي الراجل ده واخده من دي اتش تي سيرفر فالاي بي كل شويه بيتغير. ايه؟ يا حبيب قلبي ما ينفعش ان عندك دومين كنترولر. عندك جهاز كده اسمه الدومين بيتحكم في الشبكه كلها لما تاخد سيرفر. فاي حد هيعمل جوين للدومين هيبقى له اسم مختلف. ده كورس سيرفر بقى. فما ينفعش. يقول لك لا. يبقى انت ممكن يكون عندك جوه الشركه، يبقى انت ممكن عندك جوه الشركه دي ان اس داخلي. بسجل فيه يا شباب؟ اسامي الاجهزه بالايبيهات بتاعتها. لما يكون عندك اسامي جهاز بالاي بي بتاعه بيسموا الريكورد ده ريكورد، يعني صف. بيسموه اي ريكورد، صف عادي. بيطلقوا عليه اسم اي ريكورد. ثواني بس يا شباب. مش حاجة. بيسموا الجهاز ده ايه؟ بيسموا الجهاز ده اي ريكورد. اهو. ايه ريكورد. يبقى لما يجيني في الامتحان يقول لي يعني ايه ريكورد؟ ايه ريكورد عباره عن اسم الجهاز بالاي بي بتاعه. ايه ده؟ يعني نوع الصف ده نوعه ايه؟ هو اسمه كده. انت وانت بتسجل الجهاز عندك جوه الدي ان اس لو انت راجل بتاع سيرفرات تقول له لا، بتقول له ان ده ايه ريكورد. يعني ايه ريكورد؟ يعني ده جهاز كمبيوتر بالاي بي بتاعه. تمام؟ خلاص؟ طب لو انا بقى لو انا سجلت بي سي جهاز واديته اي بي بس الاي بي ده يا معلم فيرجن 6
بيبقى نوعه 4A ريكورد. يبقى لما يجي لي في الامتحان يقول لي الفور اي ريكورد عباره عن ايه؟ عباره عن صف جوه الدي ان اس بس واخد اي بي فيرجن 6. اللي هناخده مع بعض ان شاء الله المره الجايه. اي بي فيرجن 6. طيب لو انت عندك سيرفر ان شاء الله لما تاخده نتورك البيزك اللي هي اس اس ان اي وتروح تاخد ام سي اس اي يبقى دي كورسين بعديها اسمهم اكستشينج. ايه الاكستشينج ده؟ انا واحد شغال في المصريه الاتصالات فما ينفعش يكون ليا ميل على جوجل او على ياهو انقل بيه الميلات بتاع الشركه بتاع كل يوم. ليه؟ لان بنقل الميلات فيها داتا سريه. ما ينفعش انقلها على جوجل او ياهو وكلام من ده، احنا اساسا الميلات دي ما بتشتغلش عندنا جوه الشركه. فانا الميل بتاعي اسمه محمود اهو دوت عطا الله ات تي اي دوت اي جي. ده ميل فعلا اهو، لو حد بعت لي منكم عليها يعني هرد. تمام؟ اه ده ميلي، ده ميلي جوه الشركه وشغال بابليك. احنا جوه الشركه ما بنتعاملش غير على انا ليا ميل على جوجل اه بس بتعامل مع الناس ايه؟ اللي اعرفهم بره الشركه. انما جوه الشركه او ميلات ده بيعتبر الميل الرسمي بتاعتنا زي المكتبات بتاعت الفاكس كده بالظبط. طالما بعت لك ميل وحطيت موديلك فيه سي سي ماليش دعوه، الفاكس وصل. الميل وصل. يعتبر وسيله اتصال رسميه. عشان نوفر ورق ونوفر حاجات وسرعه وكل الكلام ده. ما عادش في حاجه اسمها ايه اتصل بيه اقول له لا هوب احطه في الميل واحط رئيسه معاه سي سي وشكرا وابعت له الميل. تمام كده ايه؟ شوف بس ليك مين يا عم؟ ده واحد موجود في اسوان واحد موجود في كذا. تمام؟ بعت له الميل عشان لو هو اتكلم لا ده انا بعت لك في الميل اهو. تمام كده؟ فالميلات عندنا الانفورميشن بتاعتنا ما ينفعش تمشي على حاجات جوجل. حاجات هوت ميل، حاجات ياهو. فبيبقى عندنا سيرفر احنا جوه الشركه، سيرفر داخلي جوه الشركه اسمه الاكستشينج سيرفر، نوعه اسمه اكستشينج سيرفر. يعني ايه اكستشينج سيرفر ده؟ اللي هو السيرفر بتاع الميلات. ولو تيم شغال عليه، بتوع له اربعه خمسه شغالين عليه. دول الناس بتوع ايه؟ ميل سيرفر. عاملين ازاي الميلات؟ لو حد دخل جوه الشركه يعملوا ميل، لو في مشكله في الميل يصلحوها. يزودوا ستورج بتاع ناس، انا عايز الميل بتاعي 100 ميجا. 100 جيجا يزودوها البندوث بتاعتك، يعملوا السكيورتي بتاعتها. دول ناس تخصصهم اكستشينج. بعد ما تخلص ثلاث كورسات بتوع السيرفر ممكن تاخد الكورسين دول خلاص انت بقيت راجل بتاع ميل بروفيشنال. اي شركه تطبيق ميل بروفيشنال تخش تشتغل معاها. تخصصك ايه؟ ازاي تعمل ميل سيرفر جوه الشركه. طيب الميل سيرفر ده يا جماعه لما بيسجل عندنا، يعني انا لما باجي اخش على الميل بتاعي بكتب كده اهو، لما اجي اخش على الميل بتاعي ما بكتبش زيكم كده، بعمل كده ميل دوت تي اي دوت اي جي اهو. اهو واخدين الميل بتاعنا، ما هو ميل عندنا مايكروسوفت، الجيم سيرفر بتاع مايكروسوفت اهو. لو عملت كونكت دلوقتي هيكونكت، لو عملت كونكت دلوقتي ايه؟ هيكونكت. ايه ده؟ طب مين ميل دوت تي اي دوت اي جي ده؟ ده ميل سيرفر متسجل عندي جوه الدي ان اس بتاعي، جوه الدي ان اس الداخلي. صح كده؟ مش ده جهاز واخد اي بي؟ لو انت عندك الميل سيرفر مسجل عندك بيبقى نوع الريكورد ام اكس ريكورد. يبقى لما يجي لك في الامتحان يعني ايه ام اكس ريكورد؟ ده اسم الريكورد بتاع الاكستشينج سيرفر. لحد كده في مشكله؟ انا عشان الفروق ما بينهم. اول واحد ده جهاز عادي بي سي بتاع مصطفى واخد اي بي، بي سي بتاع ولاء، برنتر عندك محطوطه في الكوريدور في الممر بره. يبقى اي حاجه عاديه بالاي بي بتاعها اي ريكورد. حاجه واخده اي بي فيرجن 6 فور اي ريكورد. لو السيرفر عندك سيرفر بتاع ميلات شايل الايميلات بتاع الشركه ام اكس ريكورد. ده مجموعه الايميلات على بعضها او سيرفر؟ لا السيرفر ده جهاز كمبيوتر بس مش جهاز كمبيوتر عادي، ده اللي شايل الايميل بتاع الشركه. فانت وانت بتسجله عندك في الدي ان اس يا محترم تسجله ايه؟ ام اكس ريكورد. صح كده؟ ميل اكستشينج سيرفر ريكورد. حلو الكلام كده لحد دلوقتي؟ تمام. طيب لو انا بقى عندي، لو انتوا بصيتوا كده هتلاقوا حاجه غريبه انا عملتها من قيمه شويه ومحدش علق عليها. ايه؟ لما جيت دخلت كده
وقلت له ان اس لوك اب وكتبت face.com اهو facebook.com فراح جايب ايه الاي بي بتاع الفيس. لو اديته الاي بي بتاع الفيس اهو جاب جوجل معاه لان انا بكونكت على جوجل. خد بالك الدي ان اس بتاعنا انا عامل جوجل حاطط الاي بي بتاع جوجل كلي ناس تمام اهو 35. راح مديني ايه قال لي والله الفيسبوك دوت كوم اهو. ايه يا عم ده هو اسمه كبير كده ليه؟ ده الاسم الحقيقي بتاع السيرفر بتاع الفيسبوك. يعني الاسم هو متسجل كده بيوديه ناس بس الفيسبوك عشان ما تلخبطش الناس عامله لكم اسم مختصر حلو. يبقى هو المفروض يا جماعه الراجل ده متسجل في الفيسبوك ايه بالشكل ده اهو بالشكل ده اهو. يعني هو المفروض متسجل عندك بالشكل ده جوه اهو جوه عندك اهو بالشكل ده. اه والله هيكونكت على الفيسبوك وكل حاجه بس لينك طويل قوي. فبدل ما الناس تخش على اللينك الطويل ده احنا بنضطر ساعات نعمل لينك مختصر. هو ده اسم الجهاز جوه الفيسبوك بس احنا بنعمل اسم مختصر. الاول هو اسمه ايه؟ معرفش اس ان في ده 01 اي ام تي. ها اه تمام مفيش مشكله اه و10 دقايق وهنخلص ان شاء الله. ماشي اه لا هننزل كل حاجه ماشي. mt.facebook.a.com صح مكتوب الاي بي بتاعه وليكن اربع تمانيات. قام الراجل الادمن بتاع الفيسبوك عامل ايه؟ قال لي يا عم ده اسمه طول قوي على الناس انا هخليه www.facebook.com مربوط بالاسم ده اس ان في معرفش 01 اي ان تي معرفش ايه. طب الريكورد ده اسمه ايه بقى؟ الصف ده اسمه ايه؟ الصف ده اسمه ايه؟ اسمه السي نيم ريكورد. يبقى السي نيم ريكورد يعني اسم متدلع. الله يكرمك. السي نيم ريكورد عباره عن اسم متدلع محطوط قدامه الاسم الحقيقي والاسم الحقيقي موجود قدامه مين؟ الاي بي. فلما حد يجي يخش على الفيس يكونكت الاول على الاسم الحقيقي وبعدين ياخد الاسم الحقيقي يجيب الاي بي بتاعه. ايه؟ فيدو عشان اليوزر ما يخشوش على اسم السيرفر الحقيقي يخشوا بالاسم الايه؟ دلع اللي طلع على النت. يعني خدمه اختصار بتعمل الكلام ده اللي هو السي نيم ريكورد. فهمتني كده؟ اخر ريكورد بقى عندنا كل السيرفرات بتاع الشبكه دي ان اس ودي اتش سي بي وكل السيرفرات بتاع الشبكه اي سيرفر موجود غير الميل سيرفر كل السيرفر بتاع الشبكه بتتخزن بالاي بي بتاعها بيبقى نوعها ايه؟ ان اس ريكورد. اي سيرفر ده غير الميل بيبقى نوع ان اس ريكورد. الامتحان طبعا بيجي يسالك يعني ايه ام اكس؟ يعني ايه ان اس؟ يعني ايه السي نيم؟ يعني ايه الاي؟ يعني ايه البور اي؟ في حد عنده مشكله؟ طبعا اختيارات. حلو الكلام كده؟ طيب اخر حاجه هناخدها بقى عشان نخلع ونكمل المره الجايه الدي ان اس اللي موجوده على مستوى العالم دي مين اللي بيعمل لها مانجمنت؟ مين اللي ماسكها؟ ماسكها سيرفر اسمه الروت هند موجود في امريكا. هم 13 سيرفر تحتهم مين؟ تحتهم سيرفر صغير اسمه الكوم اللي هو بتاع المواقع التجاريه بس. تحتهم موقع صغير للمواقع التعليميه دي نس صغير اسمه الايديو. تحتهم موقع تاني للمواقع الحكوميه اسمه جاف. تحتهم دي ان اس صغير للمواقع بتاع الشبكات الاي تي نت. تحتهم دي ان اس صغير للدوت اورج. وانت لما تيجي تسجل عن تي داتا يقول لك انت عايز الموقع بتاعك يبقى دوت كوم ولا دوت نت ولا دوت اورج ولا ايه بالظبط. كل واحد من دول بثمن. اه طبعا يا حبيبي. هقول لك اهو. فانا مثلا لو انا عندي www.mcit اللي هو موقع وزاره الاتصالات .gov .gov دي جنبها هنا كده دوت. فانت الاول لما تيجي تعمل كويري بتروح تسال الروت هنت بتاع امريكا انت عندك حد اسمه .gov
يقول لك اه يوم هو محولك على السيرفر بتاع الدوت جاف اهو، يبقى الدوت يحولك على مين؟ تروح للدوت جاف. انت عندك سيرفر اسمه ام سي اي تي، يقول لك اه ده السيرفر ده موجود في مصر، يديك الاي بي بتاعه، تقوم رايح للام سي اي تي. تروح السيرفر بتاع وزاره الاتصالات يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ ده انت عندك صفحه اسمها دبليو 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 انا عايز افتحها، يوم السايت بتاع وزاره الاتصالات مديها لك. يبقى تاني انا الاول بروح للدوت اقول له انت عندك دي ان اس اسمه جاف، تروح للجاف يقول لك انت عندك ريكورد اسمه ام سي اي تي، تروح للام سي اي تي كسيرفر هنا في مصر بقى بحولك هنا على مصر. طب انت عندك صفحه اسمها دبليو دبليو دبليو، افتحها لي. يوم فتحها لي قال لك ايه؟ بدل ما نروح كل شويه بتاع امريكا وكده، فبقت الدول بتعمل سيرفرات ليها هي هنا في مصر، فالسيرفر بتاع مصر دوت اي جي، سيرفر شايل كل السيرفرات اللي موجوده في مصر اللي هو موجود فين؟ معاهم في التوب ليفل دومين. موجود فين؟ موجود في موجود اللي مسؤول عنه المجلس الاعلى للجامعات. اكتب كده النهارده على جوجل دي ان اس المجلس الاعلى للجامعات المصريه، هم اللي مسؤولين عن اداره السيرفر ده، هو اللي شايل كل السيرفرات الاي بيات بتاعتها اللي موجوده في مصر. لو ما عرفش هو يرد عليك يحولك لمين؟ للي فوق بقى الكبير. تمام كده؟ بتسمي الدوت كوم ودوت اورج ودوت اي دي والحاجات دي بتسميها التوب ليفل دومين. ونقفل لحد كده النهارده علشان احمد مات. التوب ليفل دومين، احمد خلاص مات. انا عارف ان هو مش